ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا بعد الفاصل. هنتكلم معاكم في فقرتنا دي عن حاجات كتير قوي، عن التكميم، عن النحت، عن التحويل المصغر، عن حاجات كتير هنرد بيها على كل استفساراتكم وأسئلتكم اللي بتدور في ذهنكم. وأكيد زمانكم كلكم بتسألوا مين هو الدكتور اللي هيرد على كل استفساراتكم وهيجاوب على كل أسئلتكم. أحب أقول لكم أنه هيبقى معانا دكتور أحمد السبكي، وهو الرائد الأول في عالم السمنة والتجميل في مصر، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. أهلا وسهلا بك. أنا عن نفسي بحب الحلقة اللي فيها استفسارات وأسئلة، عشان بحس إن الأسئلة دي بتجاوب على حاجات كتير قوي في ذهن المشاهد، صح ولا لأ؟ أكيد ده صوت الجمهور بعد الشرح، لأن إحنا مهما شرحنا كل حد بيبقى في دماغه حاجة معينة، مخاوف معينة، وبالتالي ده دور مهم جدا. طيب استعد معانا بقى؟ طيب أول حالة، هبة عندي 28 سنة ووزني 72 كيلو، وكان وزنها 95 كيلو، وخست بالدايت، حصل سليوليت وترهل في الفخذين، وكل ما اروح لدكتور يعمل شد جراحي او يقول لها يعني هنعمل شد جراحي بتقول لك انا خايفه يا دكتور من الشد الجراحي ده وعايزه حل تاني. هو اكيد قبل طفره الشد والجيب لازمة والطرق الحديثه كان الحل للاسف الوحيد هو الشد الجراحي. مشكلة الشد الجراحي ان هو بيسيب اثر، وللأسف في الفخذين كنا عشان نشد جراحي لازم نعمل جرح من الركبة لغاية اعلى الفخذين. طبعا بنعمله في مكان خفي، بنعمله بحيث يبقى شكله تجميلي ما يظهرش، لكن ما زال حتى لو ساب اثر بسيط خالص برضه بيبقى مزعج جدا للسيدة او الفتاة. الجيب لازمة حل المشكله دي تمام. الجيب لازم عباره عن ابره رفيعه بتعدي من تحت الجلد من فتحه 2 مللي، هي بتشد التون بتاع الجلد تماما. اكتر من 70-80% من الحالات بتستجيب للجيب لازمه بدون جراحه. زي ما حضرتك شايفه الجيب لازمه عباره عن هاند بيس، طبعا هي الشافت بتاعتها طويله والصوره مبينه بس اليد بتاعتها، انما الهاند الشافت بتاعتها طويله ممكن توصل 15-20 سنتي. ايوه بندخلها من فتحه صغيره في الجلد تحت الجلد، هي بتخلي الجلد يزيد في السمك ويقل في الطول. أي. وبالتالي بيفرد الجلد تمام. السليولايت بيروح على الاقل بنسبه 70%، وبالتالي اصبحت بديل قوي جدا للجراحه. كمان ما يميزها ان النتيجه دي بتتحقق في جلسه واحده، ما بنحتاجش نروح ونيجي على الدكتور ونعمل جلسات ونشوف نتيجة الأول ضعيفة ونرجع نقول طب جايز لما نعمل جلستين ثلاثة. لا، الشخص بيدخل بحاجة وبيطلع بالنتيجة اللي هو يتمناها مباشرة. طيب احنا معانا حالة من العراق، كاظم من العراق، عندي سكر من 15 سنة وأخدت أقراص ودلوقتي باخد أنسولين بقالي 5 سنوات. جالي ارتشاح وانفصال في شبكة العين اليمين تقريبا بسبب السكر. شبكة العين. وسمعت عن عملية التحويل المصغر للمعدة، وهل هي بتنفع لحالتي؟ هو بيقول ان وزنه 95 كيلو وطوله 169 سنتي. هو للأسف ده السيناريو اللي احنا بنشوفه في حالات السكر، اللي هو بيبدأ بحاجة بسيطة ياخد أقراص، بعد كده يزيد فيحتاج انسولين، ويبتدي يظهر مضاعفات السكر من بعد فترة معينة. في ناس بتستنى 10 سنين عشان تظهر فيه أكتر، في ناس من أول 4-5 سنين بتبتدي تظهر عليهم المضاعفات، من ضمن هذه المضاعفات ارتشاح الشبكية اللي ممكن يؤدي إلى انفصال، وللأسف العين بتفقد البصر، وللأسف ده لو حصل ما بيرجعش. لكن خلينا نقول إن على الأقل بإذن الله دلوقتي لو عمل العملية بتاعت التحويل المصغر للمعدة السكر بإذن الله بيختفي تماما. كل ما هو لم يتلف يرجع يبقى طبيعي، بمعنى على الأقل نحافظ على العين الأخرى، على الأقل نحمي الكليتين من التهاب الكلى الناتج عن السكر واللي أحيانا بيؤدي إلى فشل كلوي،
يحمي الأطراف من قصور الدورة الدموية والقدم السكرية وحاجات تانية كتير. كلنا عارفين السكر زي ما حضرتك شايفة التحويل المصغر عملية إجرائيا سهلة جدا بتتم بالمنظار، بنصغر فيها جزء من المعدة وبنعزل الجزء اللي بيطلع هرمونز بتضعف البنكرياس، فالبنكرياس بينشط تماما وبإذن الله السكر هيختفي من عنده. هنحتاج بس نعمل له بعض الفحوصات منها تحليل كفاءة البنكرياس عشان نطمن ان على الأقل البنكرياس فيه درجة من كفاءة 15-20% بحد أدنى اللي بيها نطمنه ان بإذن الله السكر يختفي بعد العملية ان شاء الله. معانا حالة من السودان، مبروك من السودان، كان وزني 140 وعملت تكميم من 3 سنوات ورجعت زدت تاني من سنة بقى 125 كيلو، يعني واضح ان هو كان نزل كتير عن كده. ممكن اعمل تحويل؟ طب في نسبة خطورة، يعني في دكتور قال له ان في نسبة خطورة 15% حدوث تسريب اثناء العملية، هل في حل بديل؟ يعني ايه تسريب الاول يا دكتور؟ هو الحقيقة حدوث تسريب بعد عمليات السمنة هو احد اكبر المخاوف اللي احنا بنحتاط ليها. نسبة حدوث تسريب في العملية الأولى، أنا بكلم حضرتك على الإحصائيات القديمة، الوضع دلوقتي اختلف تماما، ما بقاش مقبول أصلا يكون في نسبة حدوث تسريب، لكن خلينا نقول إن في التكست بوكس نسبة حدوث تسريب في العملية ممكن يبقى 1% لو في العملية الأولى، ممكن تزيد في العملية في الإعادة بنسبة عالية جدا. عشان كده في عمليات مخصصة، في أدوات مخصصة للإعادة في هذه العمليات اللي خلت بدل ما النسبة كانت عالية جدا تخليها ترجع تاني تبقى شبه منعدمة ويبقى مفيش بإذن الله نسبة حدوث تسريب تذكر في هذه العمليات. تكنولوجي الأدوات بيعتمد على أنه بيقيس سمك المعدة قبل ما يقفلها أو يعزلها أو يوصلها أو يصغرها، لأن المعدة اللي اتعمل عليها عملية سابقة سمك المعدة ما بيبقاش زي بعضه. احنا دايما بنشبه الاحرف بتاع عمليه التكميم زي حرف البيتزا، بيبقى سميك شويه، في حين ان قلب المعده من جوه بيبقى رفيع. الادوات الستاندرد اللي بتعمل هذه العمليات بتبقى غير قادره على التفرقه بين سمك وسمك اخر، عشان كده اصبح في ادوات حديثه دورها الاساسي هو قياس سمك المعده قبل ما تقفلها أو قبل ما تعزل جزء عن جزء أو قبل ما تشيل جزء. وبالتالي رجعنا نقول بإذن الله لا، فكرة أن يحصل تسريب حتى في الإعادة أصبحت من الماضي، وبالتكنولوجيا الحديث مع خبرة جراح عارف طريقة إعادة العمليات وعنده التولز والأدوات اللي يقدر يعمل بها العملية أصبحت عمليات أمان تماما 100% بإذن الله. بس يعني أنا أول مرة أسمع كلمة تسريب دي. تسريب يعني المعدة دي بتبقى في مريض ومريض تاني؟ لا يعني ممكن الدكتور يشوف ان في حالة ممكن معرضة لده، ولا مفيش حالة اسمها كده اصلا؟ يعني كان قبل التقدم في التكنولوجي الادوات كانت النسبة موجودة لا شك. وكانت بتتراوح في الحالات العادية اللي هو اول عملية يجريها 1-2%، وفي حالات الاعادة بتوصل من 5-10%، ودي كانت ستاندرز في العالم كله. من 2018 بعد التطور في عالم الأدوات أصبح الكلام ده من الماضي، وبالتالي هو ده اللي خلى نتائج العمليات إلى حد كبير فيها تطور. لكن أكيد لو إحنا هنرجع نشتغل بالأدوات الجيل الأقدم يبقى هنرجع نلاقي نفس النسبة موجودة، لأن كانت بتحصل زمان وما زالت بتحصل لو إحنا استخدمنا الأدوات الفيرجن القديم من الأدوات. وده المفروض أنه خلاص يعني أكيد تطور وتقنية فرصة الحديث. الإنسان بالضبط لما يطلع الأحدث خلاص المفروض الأقدم يأبورت، وفي العالم كله هم بيعملوا كده، لكن للأسف هم بيعتبروا دول العالم الثالث هي المكان اللي يصدروا لهم الحاجة اللي إدمت عنده. فإن كانت الأدوات دي في أمريكا وفي أوروبا خلاص أباندند وما بقوش يستخدموها، لكن للأسف ما زالت هي الأدوات الأساسية اللي بيشتغلوا بيها في العالم الثالث، سواء في دول شرق آسيا أو في الدول العربية. وبيعتمدوا على أنها أصبحت أدوات أرخص في التكلفة مقارنة بالأدوات الأحدث،
وده الحقيقة مش فايدة للمريض على الإطلاق، إن إحنا نحاول نساعده في تقليل التكلفة على حساب مشكلة لا قدر الله ممكن تحصل له، خصوصا إنها من المشاكل أحيانا غير قابلة للإصلاح، لأنها بتبقى تطور سريع وبتؤدي إلى تدهور شديد في حالة المريض، ممكن يتلحقش في عشان كده إحنا ما بننصحش على الإطلاق بالأدوات القديمة، ولا حتى فكرة إعادة استخدام الأدوات للأسف بتمارس إلى حد كبير. لا، الأدوات لازم الأدوات الأصلية، الاستخدام الواحد، الجيل الأحدث من الأدوات اللي بيقدر يقيس سمك المعدة وبيمنع حدوث أي من المضاعفات، سواء التسريب، النزيف، أي من هذه المشاكل. طيب بس أنا كمريض ورايحة للدكتور، المريض صعب يعرف. أيوة. هو هنا بعرف إزاي المريض لازم الأول يعني هل أنا يدرس. لو شفت أدوات هعرف القديم من الجديد يا دكتور؟ هو للأسف مش هتعرفي، مش هشوف أدوات أصلا. لا، الحقيقة إحنا من الأدوات اللي بنجري بها العمليات إحنا بنديها للمريض، يعني ده نوع من مزيد من التراست، ان المريض يحس ان هو طبعا هو اختيار ادواته بتاعته اهم حاجه، اختيار الجراح الريبيتيشن، التجارب السابقه للمرضى، هو بيبقى المريض حاسس ان هو داخل على تجربه هو شافها او شاف حد تابعه اجراها، فبيحس بالامان وبيحس بالاطمئنان. طيب احنا معانا حاله من السعوديه، نوال من السعوديه بتقول عندي مشكله في البطن، يعني هي ولاده قيصريه 3 مرات وانا خايفه من الجراحه. بص يا دكتور، الناس كلها او الستات كلها بتخاف ما اعرفش ليه من الجراحه، عايزه تعمل عمليه عند حضرتك او شافت كمان عمليات عند حضرتك، بتقول كانت النتائج طبعا ممتازه، وانا بقول لك يا نوال طبعا النتائج ممتازه. بس هي تنفع في حالتها بقى بدون جراحه ولا لا؟ هو كان في فترة من الفترات قبل طفرة الفيزر والجي بلازما للأسف ترهل الجلد وضعف العضلة ما كانش بيبقى له حل غير الجراحة. لكن الحقيقة دلوقتي بعد الفيزر والجي بلازما 80% من هذه الحالات أصبح ما بنحتاجش فيه جراحة على الإطلاق، لأن الفيزر والجي بلازما أصبحوا طفرة في سواء في تفتيت الدهون وبدون رجعة، يعني الدهون اللي بتتكسر ما بترجعش تاني، وشد الجلد تماما بدون جراحة. الفيديو اللي قدام حضرتك ده بيقارن بين الشفط القديم اللي هو الهيستوري اللي الناس بتخاف منه. أيوة. والكانيولا اللي حضرتك شايفاها المخرمة من قدام دي وزرائق الجسم اللي بنفضل نكسر بيها الدهون بعنف وتطلع الدهون محملة بالدم وكرات الدم الحمراء وتبقى عملية مرهقة. صح. زي ما حضرتك شايفة. أيوة. نص البطل دهون والنص التاني دم، مقارنة بالفيزر اللي هو إبرة زي ما حضرتك شايفة رفيعة ومصمتة، هي بتدخل من يدوبك خرم 2 ملي بتشتغل عن طريق ذبذبات. أيوة. مفيش التكسير بعنف، هي بتنقي الخلايا الدهنية وتحافظ على بقية الأنسجة بموجات حديثة بدون ما نكسر كولاجين الأعصاب الطرفية، الشعيرات الدموية، وبالتالي الشخص ياخد نتيجة مثالية من تفتيت الدهون بلا عودة، شد الجلد تماما ورسم الماسلز والديفينيشن والفي لاين والكيرفز سواء البطن، الويست، الفخدين، الذراعين، مع شد الجلد. والنتيجه برضو اهم ما يميزها انها نتيجه فوريه، عنصر الامان متوافر جدا، مفيش اي حاجه ممكن تقلقنا، مفيش جراحه، مفيش اي اثار ندبات بعد كده. عشان كده الفيزر والجي بلازما أصبحوا طفرة في عالم التجميل غنتنا عن إجراءات جراحية كتير. طيب وفي حالتها يا دكتور، يعني أحيانا السيزيريان أو القيصرية دي بتخلي شكل البطن صعب جدا وبتتراكم بقى عليها الدهون كل ما السنين بتعدي، هل في الحالة دي كمان الفيزر أو الجي بلازما بتعمل؟ لا شك، الفيزر والجي بلازما وعملنا حالات مثلا 5 مرات ولادة و5 قيصريات والنتائج بتبقى مثالية ونتيجة جميلة جدا، وهم ما بيبقوش متخيلين، يعني بيبقى طموحهم كمان أقل
من اللي احنا بنقوله لهم وبيطلعوا بعد النتيجة مبسوطين جدا. لان هم كانوا زمان التومي تاك والقص والقص طبعا وقص الجلد والحاجات دي تسيب اثر ودرانق تحت الجلد وفترة نقاهة طويلة هي اكيد، بس زمان ما كانش في حل اخر، لكن دلوقتي لا، في اوبشنز كتير. طيب انا معايا كمان سؤال. نادين 19 سنة وفرحها بعد سنة، وزنها 85 كيلو، وعايزة تعرف إيه الاختيارات برضو المتاحة اللي بدون جراحة. هنا بقى عايزين نتطرق لسؤال مهم جدا، هل الفيزر والجي بلازما والحاجات دي كلها لها سن معين؟ هنا هي 19 سنة، يعني ممكن مثلا 16 و17 و19 يتجهوا انهم يعملوا الحاجات دي؟ اكيد هي في مرحله ينفع فيها نحت الجسم وشد الجلد تماما، لكن انا شايف المناسب ليها اكتر طالما هي عندها متوسط 20 كيلو زياده، يعتبر جسمها كله محتاج ينزل، فالابسط اجرائيا ان احنا نعمل لها حاجه سيمبل اكتر وتخسس وزنها كله، وده متوفر في الكبسولة المبرمجة. الكبسولة في سن الفتيات حل سحري وجميل، لأنها أولا هتنزل الوزن تماما 20 كيلو، هتبان في شكل في فستان الفرح حاجة جميلة خالص، والناس هتحس باختلاف، كل الجسم هينزل، مش هنفضل ندور على منطقة منطقة، لا هتنزل بإنسيابية، هتنزل بشكل طبيعي جدا بدون عملية، يعني مفيش هنروح مستشفى. خلال قد ايه بقى نزول يا دكتور؟ هي بتقعد الكبسوله 4 شهور، هتنزل فيها متوسط 20 كيلو، وميزتها ان هي لا بنروح مستشفى ولا بنحتاج تخدير، لا بالعكس، هي بتشربها بكوبايه ميه، بتتبلع تتملي جوه المعده زي ما حضرتك شايفه، وجودها في المعده بيدي احساس دائم بالشبع، وجودها في المعده بيقلل الهرمون اللي بيقلل الحرق، فالنتيجه ان الحرق بيزيد، فبيحقق لها النتيجة اللي هي عايزاها بدون حرمان، من غير ما نقول لها لا امشي على دايت وامسكي أكلك وكلي نص رغيف وكلي سوتيه وكلي كذا، لا بالعكس، هي هتبقى أصلا رغبتها للأكل قليلة جدا وشهيتها قليلة، وبتشبع على كميات بسيطة، الحرق عندها عالي، هتخس تدريجيا على مدار 4 شهور، هيخلي تون الجلد برضو عندها كويس، مش النزول السريع اللي بيبهدل الجسم بالظبط، وتحافظ على بشرتها وعلى شعرها وعلى صحتها، وبالتالي يبقى حل مناسب ليها وحل سحري وبدون عمليات، هيبقى مناسب ليها اكتر. طيب دكتور، بالنسبه للجي بلازما نرجع تاني، عايز اعرف هل ممكن حد يعمل، لان انا شفت ناس عملوا شفط دهون وتخنوا بعد كده ومن اماكن تانية، يعني غير الاماكن اللي عملوا فيها الشفط، هل كمان الجي بلازما ممكن يرجع الشخص او السيده تتخن تاني؟ هو الجي بلازما ميزته ان هو لما بيعمل ديفينيشن ورسمه وشد للجلد بيخلي الجلد يبقى ستيك على العضله نفسها. فبيبقى الستيكنس او لزق الجلد على العضله، اولا بياخد شكل العضله، ثانيا مش من السهل ان هو يبقى لوس تاني. في حالة واحدة، ان هو لو الشخص ده زاد في الوزن رقم كبير جدا، مثلا 30-40 كيلو، وبالتالي كون طبقة من الدهون اللي خلت الجلد يتمد تاني ويتفصل عن العضلة، وبعدين خسهم تاني، وده طبعا يعني حالات نادرة جدا اللي ممكن يزيد تاني بعد الإجراء اللي احنا عملناه، وبالتالي من النادر ان الجي بلازما ممكن يرجع تاني للوضع الأولاني. وعادة مثلا لو عملناه في البطن تبقى السيدة حملت 3-4 مرات وعملنا لها، فمش لسه هتحمل 3-4 مرات تاني، لا خلاص، حتى لو حملت مرة واحدة مش هيبقى زي تأثير المرات اللي فاتت. التغيرات الهرمونية اللي بتحصل أحيانا في الفتيات والسيدات ممكن يبقى لها تأثير بسيط، لكن برضو عمرها ما تضيع النتيجة وترجعها زي الأول. دكتور أحمد بشكر حضرتك من مرة جدا. ومشاهدينا والجمهور اللي بعت لنا كمان كل الأسئلة دي، حضرتك قد إيه بتفيدنا بمعلومات، كل حلقة بتبهرنا طبعا بالتقنيات الجديدة والحديثة. مشاهدينا بكده فقرتنا خلصت وحلقتنا كمان خلصت، لكن دكتور زي ما بيخلص استنونا الحلقة الجاية، والسلام عليكم.